الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحابه سيدتي لحاج زيد بن شعنة. اعتنق ابن شعنة الإسلام بعد تأمل وتتبع لأخبار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. صحابي كان روح الإسلام كقاتي كدي مركو آد وكور قالي رادعين في رمضان وكسمي حكت النبي صلى الله عليه وسلم. جلس زيد بن شعنة مع طائفة من كبار أحبار اليهود يستمعون إلى حديث حبر من عظماء أحبارهم يقال له ابن الهيبان. زيد ابن شعنة وحمال مع المحكمة دل فريستي قار كم علماء يهود ودقي السنة عالم علماء ذا كم ذا ولقم مقعب ابن الهيبان أو شاكين علماء ذا دي مال شو تمت اسنو ودح مركز الله فريستي. وكان ابن هيبان هذا قد وفد عليه من ديار الشام وعزم على الإقامة عنده في يثرب. من كان مرك ابن الهيبان وعلماء يهودا أي هلك الله فريستان وحكي لي سنة يان وهو أنها نين وقيم حق الشام وقو عن صديقين واسكدقو أما أكون قاعد حق المدينة المنورة. فأخذ زيد بن شعنة بروعة حديث الحبري وصدق لهجته وحرارة إيمانه وسعة اطلاعه على التوراة. زيد بن شعنة وعاد يا بقلي نيكا كان عالمك شيكديسا رون شيكستيسا إيمانك كم مقضو يا قونت بلاران قطر دار أولي كتاب التوراة، لكنه كان وهو يصغي إليه يسائل نفسه عن الأسباب التي جعلت هذا الحبر يهجر بلاد الجنات المعروشة والظلال الوارفة والمياه المتدفقة ودفعته إلى قطع المسافات البعيدة ليقضي بقية حياته في يثرب نائيا عن الأهل والوطن بعيدا عن العشير والسكن. صايت هدنا يضو دقي سنيو أيو هدنا يسوي ديني زيد بن شعنة أسباب تكب حسي إنك كان عالم كأ إنه كصوت تقو للك بارها إلهي ساء في ذي أو هركالة أو بيها برقنا ياله صوبتك كان تئنو مسافة وصوجره وإنه ليش إنت كهرسنة ودور بضه من مدينة دجناد إسقى مركا كسو فوق راري أهل ضل يضبك فوق. فما أن انتهى من الهيبان من كلامي حتى بادر زيد ابن شعنة سؤالا. من الهيبان وحو شاكان مركو هذا الكود لما يكذب با زيد بن شعنة سؤال شي كو وريقي سلو ودي هل كان بين نمر يسمرك وحيري أيها الحبر الجليل لقد نزلت في ديارنا سهلا وستلقى بنا أهلا دارتنا تيمت هذا بسوء دو كعمل فرنك سوء دو يعني ما هو سهلنا يعني أهل بعض هالشيء. لكن سؤال شيء ذو حيته ولكن ما الذي حملك على أن تترك ديار الشام وأم حي وحك دليل إن دارتي شام كسو تكتب التي تكثر كتبنا المقدسة من الحديث عن اعتدال هوائها وعذوبة مائها وجمال رياضها وكثرة خيراتها أي كتبتنا أي كشي كاين يسو هل كهوذي ذا أيوه بدلك أنا لهين يبيها معانك بضن هلك مركا لوكا سؤلي يبارها قروح بضن خيرات كذا برب. أفهناك من يصدكم عن دينكم ويحل دونكم دون إقامة شعيركم ودون إقامة شعيركم بوحد إلى الدين كإذن كهر تاغن أما أنا يعني إذن أقلين إن الدين كإذن كعمل فشان وشعيرتين التي ماذا هل كان بو جوابه فقال الحبر علمك بجوابه حير والله إن ديار الشام لك ما وصفت وأكثر ما وصفت ديغان كشام وصاد أتلمان تخيرات كابولي إنك بضنبا طيب ماء واعتدال هواء ووفرة خير ونحن فيها آمنون مطمئنون هديها وضع تهانا وصاد شاكتوا هو مكة يوذ معتدلة هداد كهذا شيء بيهدا وبيئة معان بدن خيرات كنو بديه لبنا إن راح يستوى آمن بان هكا كنا هاي وانا كد جنه. انت مركز نوم رئيسي سؤال شو مركز جوابية وإنما أخرجني منها ترقب ظهور نبي أطل زمانه وأنا أوانه وحي صو صاري محاي لو حال لقاري وقتي نبي وتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي حد صوت ظاهر لها أي وقتي سي لقاري اللي كتبته ذو كأقري كتبته ذو كأقري النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكصوب بحدوان حق الجزيرة العربية وقت يعني انه كوب بيغني ما شو كسر بيلعب في الوقت تجي ايا لا غير بي و
جعلت بلدتكم الطيبة هذه مكان هجرته ومنطلق دعوته لول كان إذوك أدقنت هنا سيدا أول ناكسا إلى هي وحكر لك هل كؤسو هجرون دونه إيه هل كدعوه يسو أي كان بالله بندوت ساسا نهارتو من بوير وحكى لماشي مكين النبي قال حلي وصاد بحلها بالجاري قال دي زيد بن سعنة أي سأشكو يدوحي أتعني بذلك النبي العربي الذي نجده في كتبنا ونبشر به أبناءنا وواحد ولجي ده النبي كان عربته صابح الدونة كتبت أنا كقرن ومر البوغاشة كان أولاد ما كان سعد كان ليس فقال ما عنيت إلا هو يسوون بين ولجي ده النبي كان كار له القمر حكم مقتل ذاتك كان إن أي يهود إن أجاين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحيتان كيس القرآن كان منوشي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون سيد المها إذا لم أكل أكل يقانا هبلو هبلو أكل إليه يدأذو إنه بجارت ولا شيء إن أنا يسوي لي هي حنوك وقبيس في وبيدي سي دبعي سي أكل يقانا بيوجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركل إله سبحانه وتعالى في التمام الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمره بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون مركب قرآن كيكو قرآن تهاي كتبته ده نوحا كو قرآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صفات أولي تلمامها أولي قرت صبح حبك كصبح بل كتبته ده نوحا كو قرآن علامات جلك النبي صلى الله عليه وسلم كصورا أو ذاتك كلا أن أموقا إلا قف كتابك أقريم ويان وحكم تهاي سيدة إلهي وحول بأقوب بيانيه ثم طفق الحبر يحدث القوم عن شمائل النبي المرتقب ويذكر ما يتحلى به من علامات النبوة نيكي عالم كاشيكي السيوتي وعمرك سيبقو ذا قال إنه كهر ليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخلاق ليس اتمامها أوليه يوحي إلهي سبحانه وتعالى أكب الذي أكب روحيه وعلاها أعواه علامها أم علامتها أستامد النبي نمضى يعني يوحي إليه سبحانه وتعالى أوسيه وأه أستامه نبي ماذا وحوك رب الله به ويحض اليهود على اتباعه يهودا إنه كو بوريو إلى الراع ويمنيهم بالخير إذا هم آمنوا به ونصروه وثم كان أودي يدي القلين وليه خير بهلك إذن كجهر الرية هذا ما يسام نبي محمد أدوه لسان وينذرهم بالشر إذا أعرضوا عنه وخذلوه إسلام كان وقدقية شرقوا إيمان كرت هدي النبي محمد أنت كي جيستان وقرب في سعي كبحان إذا نيكا وانين عالمها إسكما إيمان إنه مصافدة وسوق جويو ورير كيس وكسو التقو ودد كيس وكسو اللحب بحو وقربضة وكنو والله وربضونا وعمال لبضون وي لكن حباها صوت صاري عالم دي من النوها لكن ابن هيبان ما لبث كثيرا حتى وفاه الأجل ابن هيوان هيبان مركو ماشي وأخبارته ساقو قد بيدتك إن بك مدبا كما سوريقن وورد انتي تير ربي بأوتمت فمات قبل أن يتحقق حلمه في رؤية النبي المنتظر إن تآن يريد سؤال الدبابين إنه أرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بورت انتي والتملي من دعوته وسوى مركة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوته وحكيه والإيمان بنبوته والفوز بنصرته وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي إنه قرب استاج أنت إسوع جانس كي شلي وأسو غريبي السفر كأسو قال إسوع إلى هاي أن وافجين بهرت أنت قصة مركب حينا بلعبنا إسا زيد من سعنة وهلك وكلق قصة مركب لم يمض غير قليل على وفاة ابن الهيبان حتى طفقت الأحبار أو الأخبار تترى على يثرب بظهور محمد بن عبد الله مركي ابن الهيبان وصعد أنت وإن يركدب أخبار تبقى تصرح على مركة أخبار سوء قارس المدينة المنورة كور رميس النبي محمد بقى صبح وتزايد أتباعه يوما بعد يوم يضدك النبي محمد الراعي وما لما نكذب السيكر به وصبرهم على الأذى في سبيله وسبيل ما جاءهم به من الحق إيوه كل صبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم راعيتان كيسة إيوه وحل لو يحب لي مدو حقه إلا نبقى كسوء قارس فارتوين باللابات هل كما مركة فهب زيد بن سعنة يذكر قومه من اليهود زيد مركيبة مركز زيد وحا مركب موقتا إنه ده مركيسو هاري يهودي ده كيسو مركب بالله إنه الله هم
بما كان يحدثهم به ابن الهيبان يسوع هو الرمي وابن الهيبان هذا كيسمح سلطان انه يرنم باصواب بحدونا سيفيد يسوع سيداتا انك وقت يسيبها لقاري ويدعوهم الى تقصي خبر ان هذا النبي الذي كانوا يباشرون بظهوره ويهددون به العرب كلما الحقوا بهم اذى او نالوهم بشر وحب الله مارك انه يرى هذا ور بار اخبارتي سدبا قلا نيكا النبي كان والنبي اتسوكي سين بل دبا قلا مارك واحد يجي جلسة القران كانوا كشيكي يهودا ما دام النبي محمد كتاب كود وكقرا وحي به جرين عرب وحي به جرين النبي محمد مركو يماضه وصبح وبان لا صفن دونا كدبنا انك ان لا دقالنا دونا وان لين دونا النبي محمد بيدتك وهن ددي جرين هدو يماض اسا نغا راعي دونا وتن القران وتمام جل وعلا ولما جاءهم كتاب من عندنا مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا به كب كفروا به بس وما فلما جاءهم عرفوا به مركي قرانك وكان قرانك اي قرتان كفروا مركز النبي محمد قالوا بين مركا قرانك مركو حكو قران كتاب من عند مصدق لما معهم وإذا وكانوا من قبل يستفتحون او يكرر قال بدل بجري على الذين كفروا وعيدي يجري النبي محمد مركو صبحه سكن لسه فان دونا السجن اسكوجيش نقن دونا اتباع عيسى نقن دونا وان كتخلص دونا عربي ساسي دي جديد مركو خير النبي جاء دتك او هند دي جيتان دي جيتان السجن راعي دونا والوقت يسير لا غاري دقاق وطفق حضهم على المبادره اليه والايمان به وحب الله مركو ان كبوريو الى ودقاق النبي محمد رمبي قبل ان يسبقهم احد الى هذا الخير العظيم انت ان قفك لو كجهر مرني يجي خير كان وين لكن زيدا لم يبقى من قوم اليهود الا الاعراض والصد لكن زيد ضد كانوا قبل شيء يهود وحان ديريس ديريس اهين كما هيلي ثم بدا يشعر بنار الحقد التي جعلت تنهش اكبادهم حسدا لهذا النبي الذي اخذ نجمه يعلو وطفقت دعوته تتالق بل وحب الدرامي ان حقد يحاسبني اي خبارنتي لمن كان يهود او بيركه وحسن ما يكجر جريسو مر هدي اوغاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم او حديقيس او سي كعيو دعوديس اي سمد اي غشو نور كيد او بخاي وحي بلابن هلكي النبي محمد غربكيس استاغي لهيان اني حسن ما كو بلابن هي قدامي وحان لو فدين ثم جعلت الايام تمضي سراعا والاحداث تترى اتباعا ما المهم هو يوريغان با او دعدوين كو اسدبا غلان فاذا بقوافل المؤمنين المهاجرين من مكه تنزل في يثرب على الرحب والسعه إلى يوحو قدر إلى جار وقت الهجرة مسلمين فربضن بسوا هجرودي المدينة المنورة يمادين وأتيل السود أوي فتلقى بالأهل أهلا وبالإخوان إخوانا دت كما يشد دجن أهل بأم نقدا أقدر كحكا جوجن ولا عليهم نقدا هجرة جبل سو جار وإذا بالبشائر تغمر المدينة مدينة رنا بشارات بإله سبحانه وتعالى سا وجو قرحي وجو هرقي لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قادم إليها من صفية وخليلها أبي بكر الصديق أخبار سيجيس نبي محمد الله صعود صفيه وخليله الله صعود ساحبك وذيك أبي بكر إمام دون فضجت يثرب بالفرحة وتألقت بي البهجة مقالة من المدينة المنورة أيا فرحة إيو بهجة مركي وإسلق جوحلي وخرج الناس زرافات وحدانا لاستقبال النبي الهدى والرحمة وصاحبه وتن مدينة الأنبائي اي صوت ضررتي يو كوح كوحة رعرعة كلي كليئة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دويا فازداد اليهود غما على غم يهود مركي اركي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمد مدينة لنا إن دقاق ذي اي صوت دوين اي صوت مروك بهرت اكرا لي وشحن صدور حقدا على حقد لا بتوذن حقد اي حسنين المركي ببوحسي الكاس بمركة كب الله يو اقهد نبي محمد يو اقهد نبي حقا ويهد بهرت حقدك بالله لكن زيد بن سعنة كان له شأن آخر لكن سحابي أن كشا كان زيد بن سعنة أن لها شأن كلو لها فلندرك له الكلام هذا كان أدينا مرك ليروي لنا قصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي نوري قال زيد بن سعنة مرك هل كان مربط الفرسك وحيل لقد تأملت هذا القادم محمد بن عبد الله أشد التأمل وأعمقه وتتبعته أدق التتبع وأقصاه آد بان أغفر سوي لنك النبي محمد صلى الله عليه وسلم سي حال دار يعني آد وحال دار أيان أغفر قلي
الرع راعي أخبارتي سأت... يعني سيدا أي تهيئة يعني مركي بأضغة قريبية. فلم تبقى لدي علامة من علامات النبوة إلا رأيتها فيه وعرفتها في وجه الكريم. في المركة النبي صلى الله عليه وسلم سفي عن أباري على مضض وعلامات كان ابن ماذا وابن الهيمان كتبت أنا كقر عرطوان كهلب لما بعد أن تحريت وأطلت النظر إليه مركان سي رنتي دقائي كجرته أن أرك وكور قلي ونفير صدي إلا اثنين لكن لا على مضض إيمان مقنقون. لكن إن الله أنت وإن هيبان وشيغي كتبت كقر رأيه أن أقع وإيقا مقدم بي لكن لا على مضض مهلين بي لم أقف عليهما عند الوضع على مضض مهلين بي أولهما تنكواد وحيته وحاكو قرآن كتبته ده أنه يسبق حلمه جهله من دلقات بدن إنه جهل إن الدلقات كيسو هرأي جهل كيسو كهرأي وثانيهما أو وثانيتهما طلبان وحيته أنه لا تزيد شدة الجهل عليه إلا سماحة سماحة وليونة كل مركز النبي صلى الله عليه وسلم لوحد قدبه إنه ذاتك سامحه ونا آد أود بعسين يعني تانو علامات كلابيو لا وضع علامات بؤجيوري إلى الآن لكن علامات كجيرك سيئ سوء هضلي نبي مقال كي صلى الله عليه وسلم هذا الكأو شيغي إن الله إنتي ابن هيمان إن الله شيغي أن أن وروها يو كتبتنا مقدس كو قرن بيولي نبي وان كهل بيولي ألف لا يا لكن لا وضع علامات إنه الدلقات بدنها إن مركز لو حد قد بنا وضدك إسكاسة محنين عفس بدن ويها لا وضع هرطة معها يبيو فجعلت ابحث عن هاتين على عن العلامتين حتى وجدتهما فيه وحمد لله مركه لوضع على مضاد انام ديب اباره الا ان كهل بيل هذا سوء اباره. ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من الحجرات ومعه علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما كم ده قال لك النبي ودقنا بهرتك الصبحي علي بن ابي طالب ولا السعودي فأداه رجل من البدأة ووقف إلى جانبه راكما راحلته من رمية يا ويمي وقرب الساقة من كان حسارين هاي هشي سيب الدابدوة النبي لما كان سجوري كصبح وقال نيك ما مركب يا رسول الله إن لي جماعة في قرية بني فلان ضد أن اسكو ديغان هاي أي واحد ديغان بيرتو لذا حق كو قد دخلوا في الإسلام ضد إسلام وإسلام كصوغ وكنت قلت لهم وحن أشيك الجري أنيك هذا البعيد تبعه إن أسلموا أفاض الله عليهم من خيره وآتاهم الرزق غرغدا هذي إسلامان إن إلهي سبحانه وتعالى خير رزق إسجود در الدون وحب إلهي سين دون هو أشيك بيه فما لبث أن أصابهم قحط شديد مهلك لكن إيه الكذب أبار بأن أو ضرب كتمد أو ضد كلم قال فنس وجذب من الغيث مضن يوحى كوي مت روب الآن ذاتك أن شرعي كوي إلي هداد إسلامتان وحسا دهلي دونتان مركة إسلامين كدي روب الآن نويتمي أبار باقوتي من ضدك وضدك عجيسان رسول الله وأنا أخشى رسول الله وحن كبقى رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا في غيره إن إسلام كوا كبحان يوحك للرادني كما دخلوا طمعا فيه مركه مركة يسوق قليل طمع بأوقي يوحكو هلا هدي لكن ما أنت سيدو داس لغة آموسو وأنت رسول الله كدر رسول الله ذاتك أورها فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم به فعلت وهو ناكسنان لهيد هداد وحون ذاتك قرمة أدو دير لهيد أو حسين لهيد. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب نظرة يسأله به عما لديه من المال. النبي صلى الله عليه وسلم صار مركبة وإيقاي علي بن أبي طالب يسأله ويديني محاذا يسأليه باهدن بالله صوت شيء جذين الحين قبل لنا. فقال علي لم يبق لدي ما جاءنا شيء يا رسول الله وحين نسوق قال حوالا إلهي نسي وحوما هيبي وفره ومري نبي مركو كنت عاقين صلى الله عليه وسلم ضد كان نوحي روان إلا بدبادهم وضد إسكر ريمية قف كان طبعا كو مركو صوت إسلام يو. إلهي وتم القرآن وكنت المام قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قرآن كهدان الحنوات المامي قال الله قمك عبو المؤلفة قلوبهم ضد قلوب تودا لسو جل إحسان إيه سيمرك اللو جل إحسان حتى قرآن كهدان المامي إن زكاد الله سينكر ضد فربضان با مرك الله إسلامين اللو إسلامية وحن بعد هلي سان خير كان بعد هلي سان
الله مستعان بريا لدين إسيا وحسن لدين جليا مشكلة ما لقف كنو ساكو سو إسلام حلو حال أوجيا مركو سو إسلام كدب مرحلة ذا كواد وأسلمنا ولكن مرحلة وحا إيمان دون تآمنا مركو إسلام كدح قلو وصلاة وبرتوح وعركيا وحو شالا ماشي كو سو قلو إني سماشي أولين وح مهيم آنا أهين وح كم مهيم سماشي إني يعلان مركو حكومة جبنا قف كنو ساكو سو قلو وضد ضغنا سوا كو سو قلان ولذلك ذاتك هذا إسكو سو إسلام أو كلا مثلا سوا الربا شهادتين كيسكا قبصانا إن كور مسلمة لغو مهرية أو كلا وحي الصومالي يقول بحيان إي إسلام إي إسلام بعد إي شهادة إي شهادة يقول بحيان ومركو أشهد أشهد أن لا إله إلا الله تو حكومة جمنا لكن محا مهيمة جوابا إي شهادة نغتل ومساك نغو كانتي إي رير كيدا ما إني منك حوق الجليان أو أي وقت الجليان أو مساجد اللي قصوا حرو أو حلبره أو لغش قيم محالة منك هدي لغش قيم وحلقة يابا إنو إنتاس يعني قفوا او مسلمين وضن كان جوكتين يسوي كان نفعي بالنظر وانا ارقني وانا ارقني دادك سوى اسلام وضد فرى بضن وحجرة نغن نفعي بضن او اسلام كيف يكسو كرديين ان كب بضن انت انا هو كردين وكسو كرديين يعني واحد اركيسا وحان حستا مران اسيا دا ان جوغي هل من او تشينيس هي سوى اسلام وهل من او تشينيس يعني مقالو كوانتان ادهانو بحان كتال أي منطقة أن أنت أي لا اكتهم ولا ينكت ننكاس أنت قفوا سوء إسلامي أنت قفوا ما نو بشهادة وقبنا يروح صلاة برا يروح حجاب وقد يمساجد ودس عقلي يا مقلي هل كأي جوا أنت سو بروفيسور أنت سو دكتور أو دكاترة أو شرع لو كنت تخصص أزهر يأردن إمارة يسعود عربي كسب بحي وهل من أن الحب شيء جين إن لو يسكون مهريان إن لو كلا فران إن يجلك كلا قبطه إن يسكون مشغول سينهم شنو شاق شاق كره هردية ما هن وحي سو كردية ما لكن نمكن وحوش قيان يا سيدة شندي ما وفري سنة ثاس وأردية هبين إيمان وأردية مرجو عن كوضع نمكن سو قلي ماش وأنت صوب النجار نفع بدنه وحي سو كردي وين هو بلنته وين العضاء حد ذات كمان تا دعوة غير مسلمين كأب وضع إنجليز سبيكر إسكال يجا أو بلا بل نيكا سو كلفة إذا ولا يوحي تاه باك جراوند يجي سنة مسيحي أما حلقة من الدين كلا وصار كه تن مركو يماذا معان كيدو أركا إنو سفني عن مركا وقت الجنكا هل كإنك فوق جرانتد أبقى أبان كان بحلني وإس كارت ناشتا لنو سميه ما هو صح لكن وحان نباهنا إسلام لا صح إنا نقول لنا سيدو إيهي وأن نقول لقا نو ادخلوا في سلم كافة مركو حوك مجمنا إن إن كان إنتلا كيانو إسنا الدن قارئ وليا قبرنا الدن قارئ إكلا يدها ولا يدها ولين كان جعل هذا هل يقول دارو لكن وحا مهيمة مسؤوليات باصارا حديث أي تهي من بعد غير شيء جبر صومالي وانتي من بي حوجة صارتي هو معركتي سربودان كل يقول مو مهري لكن واحد ترى شهادورت شهادة الليلة شهادة محمد رسول مسجد قال لك يعني هو شهاد نيك إله أمر في الدين برشوب بالله حق سيمان وكان دعي لغة عربي وصابرتي حق جالس وكان دعي وكان هذا نين شيخة ما شاء الله كده بحب بالله وقاعد إني سن إياه ده بحب ما يشفرها كوي حب الله إنه صلاة كسر ما له بحب وكسر وريلا يكبر ولا هي كبر مركز دم عيتري أنا أبو كان تمي يعني كسو إسلامي إيه لا مركز عيتري أنا أبو شلك كسو إسلامي إنا ده حد يجا يقصو كل فريسيد ما مركز ها موقتة إن قف كاسو كل أفريج كاسو كل حد يجي حوج للجيل يروح كاسو بحي المهم حديث كانوا سيدا ما هين لكن نيكا كان وحوت المام هذا الرجل في الرسول الله ضد كهدان لقى جارين ويردوه بيه ولذلك ما أنت عرق برنامج كله قان إيفانجيليزيشن كه أما تبشيرك أدتك لغو نصراني لغو قرديو فلبين كشقية فيتنام كشقية آسيا كشقية أفريكا مال أن كشقين أن الجل وإنك حتى وضنك أن لا أنه بقول كيو بقول ما مسلمين هنا لسوهم قريه وحكى لما أدتك وحلق لها الله لقال بس بنادم كون هالك سؤجل عينه مركي انت عيال لغو لسو أريافت أي تغان أربن إيريا أي تغان مركي مدارس لغو لسو مركي ركتر لغو سيو markii ay maareeyay ciidahaaga lagu caamiro markii hidaaga lagu caamiro khalaas dadku is dhiganayaan waa halka la inaga baahan yahay marka in inaga aan xirxirano oo aanan is diyaarinno walaalika adban ad qurux badan taa dadka meelahooda in lagu tago oo jowlaad inta la galo wax loo sheegaa ad qurux badan laakiin waxa ka sii qurux badan markii meesha la tagana in baahida la sii daboolo idan adba markaa wanaagsan tahay waxaan mar lagu yeeray qolo ليري لكتر وجيري أو علماء وعلماء مسيحية
waxay isugu jiraan intaasoo 100 qof wey. Ninka ugu yar baa wuxuu wataa PhD ama sciences ama medicine ama engineering buu wataa. Dadka waxay meel bay ku xariisan yihiin, waxay baranayaan diinta masiixiga, uma socdaan. Marka ninkan dhakhtarka ah, dhakhtarnimadiisa wuxuu rabaa, waxaa u heliya inuu diinta faafinayo. Ninka injineerka, injineernimadiisa waxaa u heliya diinta inuu faafinayo. Intooda marka waxay u socdaan wadamada muslimiina, marka waxay ka wareysanayaan wadamada muslimiinta. Marka la tago, maxaa meesha ka jira diinta Islaamka, diimaha kale, furuuqda u dhexeyn karta maxay tahay? Waa nin diyaarsan, biil ma weydiisana cidna, cid biilaysa markaa ma laha, hay-ad wax u diraysa ma laha, wasaar shuun islaami wax u diraysa ma laha, cid tafriiq ku samaynaysa ma laha. Isagaa socda, wuxuu rabaa dhakhtarnimadii iyo baibalkii inuu israaciyo, wuxuu rabaa waa injineernimadii iyo baibalkii inuu israaciyo, wuxuu rabaa ceelka markuu qoda iyo baibalkii inuu israaciyo. Waa dadku shaqaysanaya, diintoodaasay u shaqaynaya. Halka innaga aan rabno, wadaadkeen wuxuu rabaa ma aragtay meel iska kuul ah oo iska degan oo mukayfaata inaan joogna rabna. Ma jeclin inaan dhibka aanu marno. Intay sida ay tahay, na runtii Islaam lama faafin karo. Haddaan meesha duqsiga jooga aan la tegin, haddaan meesha kodkoodaha jooga aan la tegin, haddii meesha dhilqaha jooga aan la tegin, meesha wariiriga jooga haddaan la tegin, dadka godadkooda haddaan lagu gelin, ceelasha haddaan loo qodin, Islaam lama faafin karo. Islaamku wuxuu ka kooban yahay un keliya, uu ku kooban yahay dadka magaalooyinka degan miya. Halka ay intaasoo 100 qof oo risaalati tabshiiriya oo ninka ugu yacni hooseeya shahaadada ugu sareysa u wato uu u helan yahay inuu marka diintan uu faafiyo, innaguna waan iska hurudnaa runtii. Ilmuhim, dadkan marka dad fara badan oo muslimiinta maanta ka mid yihiin, islaamku waxaa looga saara halka hungurigaba, fii xiin annaga dadkeen wadamadeena lacagta leh ee muslimiinta ana ay inta kubadda la geliyay ay tahay wax waalan, inta aflaanta la geliyay wax waalan ay tahay, mashaariic kale ummadda aan u fadhin baa laga hadlaa, waxaa lagala bakaylaa in ma aragtay dadka wax la gaarsiiyo. Ninkii Kuwaitiga dhimanayay Ibn Samit raxmatullaahi calayhi, markii waad aragteen mashaariicda khayriga, ninka inta 1000 qof uu Ilaahay sabab ugu dhigay inuu soo islaamo. Afrikana meelaha ugu sahlan wey, waxaa laga yaabaa casho yaroo qof caad maanta u qaadid in aan 100 qof oo day kusoo islaami karto. Marka daaniskaas oo kale in laga faa'iidaysto way tahay. Qofkii aan tegi karin inuu ka shaqeeyo daaciga bixi lahaa biilkiisa, inuu ka shaqeeyo inta hawsha ay ku gudanayo. Qofka aan tegi karin cala aqal inuu dadka uu ku baraarujiyo. Ilmuhim, hadalkan bay nagu bixiyo ah Rasuul Allah buu yidhi, dadkan shalay hunguri baa soo geliyey, maantana gaaja haysa, abaarna u haysa, haddaan laga gaarin islaamkii ka bixi doonaan. Rasuulkan waxa uu mahay, qaala Zayd ibn Sucan wuxuu yidhi, faqtanamtu hadhihi alfursa, waan ka faa'iidaystay buu yidhi, wadanawtu min rasuulillahi sallallahu calayhi wasallam faqult, nabigan kusoo dhawaad maxaa Rasuul Allah, waa meesha marka waa Zayd ibn Sucan, yaa Muxammed baan ku yidhi buu yidhi. Marka Zayd marka kan maaha muslim, hal laka an tabiicani tamran macluuman ilaa ajalin maxduud bikada wakada min almaal, wuxuu yidhi haddaan lacag ku siinayaay timir baan rabaa waqtigaasna inaan kaa qaato. Marka Zayd isagu ujeedadiisa tamar iyo uma socdo, wuxuu rabaa lacagtan uu hayo nabi Maxamed uu siiyo waxna ku baaro. Qaala nacam buu yidhi nabi, fa adlaqtu kiisa nuquudi wa akhrajtu minhu 80 mithqaala, kiiskaygii baan la soo baxay buu yidhi qandigii, kadib waxaan la soo baxay buu yidhi 80 lacag gaaraysa oo dahaba, yani meesha adoo $80 adoo yidhi oo kale, adii lacag marka aada u badan markii waqtiga la fiiriyo, oo min dahab, wadafactuha lirasuulilahi sallallahu calayhi wasallam faacataha rajul, nabiga intaan u dhiibay isna ninkii buu siiyey, wuxuu yidhi ku dhaqaaq, aqif jamaacataka bihada almaal wacdil baynahum, dadka aad ka dhalatay xoolahan ugu gargaaro gurmad uga dhig, sii cadaaladna sameeyo, in adeerkaa keliya siino, dadka dhan ka wada siin. Qaala Zayd ibn Sucna wuxuu yidhi, markii lacagta iga wareegto nabiga Muxamed sallallahu calayhi wasallam aan siiyey, oo waqtigii deynka uu iska bixin lahaana madasheedii la gaaray, falamma baqiya calaa xuluuli lajali yowmaan aw 3 ayaam, markii madashii deynka la bixin lahaa 2 maalmood 3 maalmood ka harsan tahay, ra'aytu rasuulullah sallallahu calayhi wasallam, rasuulkaan arkay buu rasuulku deynku leeyahay, wa maahu abubakar wa cumar wa nafar min asxaabi, waxaa la socda abubakar iyo cumar iyo rag kale oo saxaabadii ka mid ah, waqad kharajuu lisalaati calaa janaazati axad almuslimiin, iyagoo soo aaday qof muslimiinta ka mid oo dhintay inay ku tukadaan, falamaa qadaw salaatahum, janaazadii markay tukadeen buu yidhi, dana annabiyu sallallahu calayhi wasallam min jidaarin liyajlisa ilayh, nabigu wuxuu kusoo dhawaaday gidaar yalo meesha derbiga inuu fariisto meel u dhow meesha, fa ataytu intaanu imid buu yidhi,
وأخذت بمجاميع قميصي وردائي مركزان هالمر ساي شو الضوء بيري مركزان كلك قبطي ماشي كده هو برك وحرنا إيساي هالمر بس شو قبطي بيري تان ساي سجل الذي ونظرت إليه بوجه غليظ مركزان وجهي رنتي آدي القريب وحنا وكم وغضنا انت ساوفي نحن قلت يا محمد ألا تقضيني حقي حوليك ما يسيس دين بقول هاي سحب من قبط النبي صلى الله عليه وسلم كان حبوب باري سجا فوالله ما عرفتم وما عرفتم بني عبد المطلب الا مماطلين في اداء الحقوق مركز شعور رعي ري بن عبد الله هدال تهين ذاتك اسكن اسكندر بير بيرسان بحقوقك وعيارتها حقوق مسيسان واني لا اعلم الناس بسوء طباعكم وان اذا قرانا يا برضا بحمان الى تهين ضبط مركز حن الى تهين ضبط حن هذا الكلام مركز حلي النبي استفزاز كسميه النبي صلى الله عليه وسلم ان بروفوكيشن كسم بي وكعيو وكحنا جورما ثم نظرت الى من حوله مركا سامحا ساو جل العسد بيدي دتي لا سعد ابو بكر وعمر الجروب الله سعد فاذا عينا عمر ابن الخطاب تدوران في وجهي كالفلك المستدير وحان اركو عمر بن الخطاب انها ساو رجني ادمودي ضيح وريقي مر بلم لم الاسنه ثم رماني بصري مركز ساي سو كوربير وقال مركز أتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتسمع بي ما أرى الرسول قال هذا الكلام عن مقلة أتقول له ذلك وأساء الله بقم يساوريا فوالذي نفسي بيده لولا ما أحاذر من تفويت فرصة الإيمان عليك لا ضربت بسيفي رأسي بسيفي رأسك غير هدانا كب قانين بي هدانا يعني إن فرصة ضافتها إن النبي محمد الرميسي هدانا تا كب قانين بي سور كان كاجر لها يعني أبو عمر الخطاب رضي الله عنه سيفتي سهوتا دردي سنو وتا قرون ودك قرع وتا بدير او حريصا اما الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجم فنظر اليه في سكون وتؤد سيح سلونيه بنيك سا ودور ثم التفت الى عمر عمر بو كعصم بو اركمر ساس وصل الله يا عمر لقد كنت انا وهو احوج الى غيري هذا منك اني ان كان با وحن وح كدون ان نو شيكتيب بايحي فلقد كان عليك ان تامرني بحسن الاداء وان تامر بحسن الطلب حل جربي ان انا دهنا محمد الدين بقى يقول لي هاي اسكبح اذن وحا اهد ان كنت لا ورنيه هذا النبي محمد الدين ككل هذا سيد دغن اير او ويديسو دغالك جوجي انت هبا كوكو في اللي عمره دغال كان اي قورتان كان جرى يا هوشا ما بلا بحنين النبي لما كوي خدم هو قاته سي ايزي كولا ثم قال له مركز اذهب به يا عمر فاعطي حق عمره من كان كحي حوله سي صوصي وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما رعته ما رعته وحكوا له وقدرت لباتن سوس او تمر انت ان سوغين انك بدنا ما دام اد ارغغ حجلسن ان كان خوغا اتر كفرتي اتري قورتن كان جرى اسنا ونوعنا بانيغ او درينا انت ان اراعي او خوغا ما ارتي هلك حال مرينا فسكن النفس عمر عمر مركي ومقلب خوغا حسلي ثم ذهب بي ويكحي بي وأعطاني حقي أنت أن لها بيشي وزادني 20 ساعة من تمر لباتن ورعي رسوسة وتمرة وأنت إنك بضنا فقلت مركا سامحا نربي ما لي من حق في هذه الزيادة يا عمر عمره أنت اللي قد درهت مبهني فقال مركا سوحير أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أعطيها لك جزاء ما رعتك فخذها رسول كأي فرد أنك كان إنا كسيو أما أنت إحوالها إنا كسيو حال مرينا هان انا كوسي ما دام انا ارجع حقلي ان يكون كو ارجع حقلي فخذها قاضي فقلت مركا سامحني ربي هو تعرفني يا عمر عمر من جرنيسا قال لا مركا سيكون اقا فقلت انا زيد بن سعنه من كابانا فقالوا الحبر من انت عالمك الا زيد بن سعنه عالم ديني دينه يهي او يهوديه لا يقان قلت نعم مركا ها فقال ما دعاك الى ان تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت وانت تقول له ما قلت وان تقول له ما قلت ام حا دبا كوغو بخيي اظن عالم دينيدا او سدا او شرفن وي ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا دقنتي هذا كان كنت تراد ما كوغو بخيي فقلت يا عمر لم يكن من علامات النبوة شيئا الا وقد عرفت في وجه الرسول يعني علامات والبابا يا استان والبابا النبي ما ذا كوسافسن النبي قال لي غشي هرت وان كهله حتى حين نظرت اليه ما كان صائم الاسد إلا اثنتين لم أجدهما فيه لكن لا بقى مقنعين لا بقى استعمل بقى مقنعين أولهما تنكوادنا
أنه يسبق حلمه وجهله إنه دلقات بلين، وثانيته معنى أنه لا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلما مركز طول الوحد قد بنى دلقات بمحان هين ماشي ميال لبضا سعيك مرنيت به وقد وجدتهم الآن هدان سهلين بي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بيروحان ربيعون إن أن كعيئه أو نوعا ما أن كحناجيه، لكن وحن هلا بيري سيدي لقيت المام إلى هات والنبي صلى الله عليه وسلم وحكى سن سميه يعني وانا ماشي اقول ضروري انه انت النبي ده والنبي صلى الله عليه وسلم حي وقت قال لك يا محمد دينك يسي اما ما نم بابا كهرسن اما اللهم النبي قال يا هذا اللهم ما الموت ظهر سنه بلا ما ادري اللي قلت بالايك هذه، لكن وقت يقول اللهم ما ادري ايك هرسن الا سدح مع الموت سو يسقى بالليل انه النبي اسك الله الله دي وكلك وقف هذا انت صادق هو قردر مرك قردر بس وجدوا كلها مرك وجدوا يستعصي مرك سوي حيري هذا الكلام مركي عمره استعصدين فأشهدك يا عمر أني رضيت وقد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هذا بوحى أنكم مرحاتي قيلين يا عمر إن إلهي نرب النمر راضي وقاه إسلام الدين هان أن راضي وقاه نبي محمد ونبي وأن سطر مالي صدق على أمة محمد حوله يقول هاف كم إذا وحى أنكم صدق أمة محمد ماشي الجوغان ماها أنت يرو ما عرفتي سيديتن كي هذا وبهي ما مالي حولها الله. قال عمر بن عبد بل قل على بعضهم فإنك لا تسعهم جميعا ما ده أمة محمد قار كم ده اللي لما وده جاري كتير على حاجة فقلت على بعض واي هاي هاف كم ده. ثم رجع عمر بن الخطاب وزيد بن سعنة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما وده أول صعودة هي النبي قلت تجيب فقال النبي حين ما أرجعكم حين سوء لي هو البابا اللي ندري قال زيد بن سعنة وحين لقد رجعت لأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله النبي محمد وحكى لهم صلى الله عليه وسلم وحن الله تينا شهادتين كقاتل وأنقر إلهي مبين عدك لإناني جرين أن أضنك إلى رسولك سينا تهي وأنك صفوة أنبيائه وخاتم رسله رسول شيء سكوا الله دارتي أنبياء سكوا الله دارتي إسلام كان إلهي كسر قبل قبل إنا تهي طنا رنتي قصة زيد بن سعنة وحي موجين إيسا أقوانت يهنتي وحي عجائبة لهذا ولذلك ضد فربضان ما أنت صو إسلامه وحقوك والتي البطن وضدك أقوان تله يعني ما أنت دعوة ما أنت مركل الشيء إسلامك هذا ضد المسلمين تمركل لهم حاضرين يقول وحقوك فلان إلي هذا إلهي بي رسولك سيدي أنت هباف رنتي مال أطور كوقا عوان سيدة صحضة هل جمرك لها اللي سقف عن مسلمين أي قصة هاي إن أتكلها هذا سيد قرأت كيسا ما وحق إسلامه وفهم سيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فهمك لكن مركو يهينين جيولوجي ستا او وحو اسلام كو جيولوجي وكيدا بشيكتيد مركو يهينين دختر اسلام كو وحو عافمات وكيدا كيغور رنتيد مركو يهينين انجينير اسلام كو وحو كيري مكا لغور رمو مركو مؤرخ ويها تاريخ القرآن كالغور رمو مركو ديمكا لغو برتو قرآن كأيو هي معرفة كمباراتيف كالغور رمو نينكا وحو لغيا بانو آدي اترونتي اسو دواد ولذلك وين باللابين علماء جزاه الله خير ما انت وحاجرة عندي فرب الله ما انت الله فوري ويكون مجمع كاسمك ساينس واحد لو يقن الإعجاز العلمي الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أو نوع البول ما أنتوا على شقية ضد فربان وكل صو إسلام نين كم يدي هدو صو إسلام أقوان لو كل كوالد تبدا نينك عام جاء وبرين والله تلاقيه وحن نينك كان أقوان تي سي وحا إسوا فقه يسوي القرآن كقرآن بفقس لكن دينين تكوانا بحين أنا وحيتا نعم وحيتاي إن ضد كعلى جلها لجرات كذا لكن ضد فربان باي بحشو إنت لف وجاتي وحب اللعبين إن آيات البابا إذا مدح لقيت جبيو سي ساينسكا الرعضو ما ها ساينسكا قرآن كالرعي هدو خلافه أنك قد تام بعد نوع قرآن إذنك إذن هدو كتاقناتو شقدين ما ليش محايا إلا واحد كان سينتيفيك لو جرنو كبرا بجنة ثيريكا بريبا إسبدالي كران نينك شالي واحد شاقي بريبو كلابان كران وات أركتي ريساجيسكا نينبا وحقوريا وحبو كينا وحبوسو هندسينيا متك لكبب القادنة وحكم الجنال له mid kala diid wax kama jiraan la laa quraanka taama marka marba waa inaan quraanka intaan qaan iyaga aan ka daba qaadin science iyo science ka oo quraanka raaw haduu waafaqana fabiha waneen haduu waafaqana ee u taal iyaga u daasanta ta horta waa muhiim mid ugu muhiimsan mid mid kala waxay tahay jaanib kan inay galaan dadka aqoontiisa leh walaalka laakiin waxa ayan dara halka marka ka sheekeynaa dadka kale ee diinahooda intay barteen maadigan bartaan raba inay dadka kale diimahooda u sheegan annaga dadkeena wax bartay ee isugu jira dhaqaatiirta ama injineerada ah
أما با سياسات برتي أما با وح أدي تخصص أنا هين شريعة برتي وحن مودا إن يري دين تا إسلام كلا دجا الله ما هبرانين وعلى أركيس أختار أن أقولي مركو الصفرة سو صلاة الله الجمعية وعلى أركيس أن إنجينير أن أقولي صان كمحكوم برا في دي كفار أن كلا ساري كله وعلى أركيس ضد جاهلين أن أقول بالله لكن أقانتو حمودا بوغن أقول قري أنت دين دينك جاهل كتقولي جاهل باتر لأنه بوغن وحقوق قرآن معنا ما قوانه وح حق إلهي كبرية وإلهي كحيرة يا علمي إذا مركب ويقروح بلانتها أضوى تنى يقان تنى إن البلد ساد دينك إلهي مكا أفلس أن أقول بس هنا في رصة ضدك أو كواليتي بضم مجتمع مسلمين تملك سيد جوغان بو وضدك لبضع اسكوات محايا لا تنوح يكسو كردينية تنوح يكسو كردينية لكن مالك لينا تاقناتي ومان تنان هذا الإسلام كالله بغم كارهدا وعلماني ما يكوكو تاقنت هاي او دين ودن بقرواتي وحلال وكي هاي او حا لسو تاقنت هاي اي تاقن ما رب ان دين تلاب دولة تاسو معقول ما نين كان كلت جو اخاتير تودتين ماشي خوضة شقين اسنا نختار iyo kuwan injineerada shirkadda wada joogtaan iyo diinkooda hoos bay ku wataan way yaqaanaan way tagaan hadda meel wax la isku sheego ee bible code way la socdaan ee inay ku shaqeeystaan ba isku dayaan diintooda diintooda dadka gaarsiin adiga maxaa ku diiday marka maxaa diiday adoo muslim ah oo islaam ka yaqaan in dhaqtarnimada aad awoodatid maxaa diiday qodob la iswaafajin fajin kara wax is diidi kara marka amal bal dhaqtarnimadaadu injineernimadaadu imaad digaag wuxuu baro koobaya marka diinta ilaahay subxanahu wa ta'ala baratay aad u khidmaysid لكن أنا أقول لك أن سواء محي وأنا بو قرار الحكومة مع وحيري ذاتك إيجيكيتد كأم غضا أما مع تايتل كوتو مسلمين تكبر هذا إيجنورنس كا وأنا كسي ذاتك سيدا سوكر هذا مكاه لأن جاهلين تا وأنا بقى أن مركة قف كوالي تقول لبضا مركة أسكو درس هذا بقى أقانتا باك جراوند ديغا قف كأولي هاي وحبضم بيتري كتارون عانتي لكن وحنو بقى أن ذاتك على حد لها إن وداد إساق شرعاتي كليه برتتان كرانا إي كان مقانتا إنا ديب كالو كيني كرا نين إساق مادي كبرتو شرعاتي كما ديب كيني كرا لبدا إلا إسراعيو دادك وحلوه شاقين ودا مهيم وليالك أرق موريس بوكاي بوكاكتيس آقري مركي وكهل اللي زعد نزوق لولو كالي رك فربضان الجول الجيسا صوى إسلام بالآقري دخاتير فربضان وكسو إسلامي وحيواب بضان وأحاديث حديث أنا كان اسكدو المرنو ورنتي وحواء أنا لا أهين لكن إيه معنوي أسمي قصة إسلام رح القياس كره مركا ما مركو حرمنا مركا إن لبديو الإثراء الفكري هي أندية ده هي مراكز بحث علمي جلة ضد كان مركا سوق بنيس لكن حنوبه عنا ضد لبدي بس يتانو بعنا هاي وأنا مهم إن له وبالله توفيق